معاك. قلت ايه في ايه؟ في اللي انا قلته لك. في اللي قلته لي. هو انت قلتي ايه؟ ما راجل عاجب صحيح، هو انا هفضل اللي اقوله اعيده؟ معلش يا ست معلش، كنت سرح شوية. طب خد بالك مني وما تسرحش. اتفضلي. عايزة فلوس عشان اشتري شرابات. هو كل يومين عايزة شرابات؟ ايه الكلام ده يا مانعم؟ امال ميتك بتوديها فين؟ اما انك راجل عاجب يا مانعم. يا مانعم انت ناسي ان انا موظف. لا مش ناسي. مش يهمك ان مراتك تبقى منظرها كويس وسط الموظفين والموظفات؟ طبعا يهمني. طب امال ايه يعني؟ يصح اقعد على مكتبي في الشغل والشرف في رجلي منسل؟ لا تبقى بايخة. يخلصك امشي قدام الموظفين وكعب الجزمة متاكل وابقى ماشية زي المكسحة؟ مش لطيفة. امال بتسألني على المهية اللي بقى؟ ما هو مش معقولة كل يومين شراب وكل شهر جزمة. الله، اما انك راجل عاجب صحيح يا مانعم، هو ده ذنبي؟ امال ذنبي مين؟ الاتوبيس. وايه دخل الاتوبيس في الشرابات والجزم؟ انا اطلع الاتوبيس بالشراب صحيح، اخش كده في الزحمه واقعد يكون اتنتش الشراب وما بقاش ينفع. يبقى بلاش اتوبيس، خديها كعامي. بتقول ايه؟ على الاقل يبقى كل شهر جزمه من غير شرابات. ده كلام معقول ده بقى؟ يبقى بلاش غير حل واحد، تروح الشغل بالشبشب او بالقبقاب. ايه الكلام ده يا مانعم؟ اذا بتتريق اروح الشغل بالقبقاب. ما هو اوفر عليا وعليك، جوز الاباقين بيشيلي. يا مانعم يا مانعم بلاش هزار بقى، هخش الشغل وانا وسط الموظفين اطرقع. ما هو مهيتك ما بيبانش منها حاجه، يا ريتها مكفياكي. هو مظهري في وشك يا مانعم. اتفضلي يا ستي اتفضلي، فلوس اهي، اما نشوف اخره وشي دي هتوديني لفين. اهلا يا فندم. نعم. منزل بتاع استاذ منين؟ ايوه يا فندم. حساب الفاتوره دي لو سمحت. فاتوره ايه؟ ادوات مكياج وحاجات حريمي وباروكه. طب انا يا خواجه هستعمل ادوات مكياج وباروكه؟ لا يا فندم، دي للمدام. لمدام حضرتك. للمدام؟ ايوه، فاتت عليا في المخيل وطلبت الحاجات دي وقالت لي فوت عليها في البيت. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. الله يرحم بيك يا فندم. هو ايه؟ هي مش لسه شارية منكم الحاجات دي الشهر اللي فات؟ ايوه يا فندم، بس حضرتك عارف ان الحاجات الستات دي بتستهلك بسرعة وكل يوم في موضة جديدة. بقولك يا خواجة. يا فندم. مش ممكن تقفلوا المحل بتاعكم ده ولا تنقلوه من هنا؟ ليه يا فندم؟ خربتوا بيتي خربتوا بيتي، ده انا ما بصرفش على الاكل والشرب قد اللي بتاخدوه، حرام عليكم دفترة. يا فندم احنا مالنا؟ امال مال مين؟ حرام عليكم. يا فندم الست دي لازم تكون شيك هيكون في وش حضرتك. هو انت برضو من بتوع وشك؟ هات يا سيدي الفاتور. اتفضل. خد يا اخويا الفلوس. اما اشوف وش امي ده هيستحمل لحد فين؟ ايه مالك؟ قاعد مكدم كده ليه يا مانع؟ خدك ملوي ليه؟ اتفضلي يا اختي. ايه الفاتوره؟ ده انت راجل عاجب يا مانعم. الله، طب دي بالسم حاجه تزعل. امال عايزين اشوف الفاتوره دي وارقص يا مانعم؟ ما هو ده كله في وش. يا دي وش يا دي وش يا مانعم. انت مش عارف اني انا موظفه واني عارف، ولازم تظهري بمظهر كويس وشيك وكل ده في وشي. يبقى ايه اللي مزعلك بس؟ ده انت حقك تشكرني. على ايه يا اختي؟ باروكه مثلا. وفر لنا كتير قوي، بدل كل يومين ثلاثة ما اروح عند الكوافير البس الباروكه وابقى وفرت. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. الله، هي الباروكه دي بشيلين دي ب20 جنيه كمان. نعم، ما هي اقتصاديه وهتوفر. طب عايز اسال سؤال. اتفضل اسال. هي لما الست تكون موظفه مش المفروض تبقى بتساعد جوزها؟ لكن انت ماهيتك مش مكفيه بس طلباتك وبتاخدي عليها، مش تبقى وظيفه، دي تبقى مصيبه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني اذا كانت الوظيفه اللي انت قاعده فيها هتغرمني بالشكل ده يبقى بلاش منها، ولا يعملوا لكم لبس موحد عشان ما يبقاش فيها مظاهر. اما انت راجل عاجب يا منعم، ازاي عايزهم يلبسونا كلنا لبس واحد؟ احنا في سجن في مستشفى في مصنع. ما كده تكاليف الوظيفه اكتر من قبض الوظيفه. يا منعم يا حبيبي، ما هو كل اللي بعمله وشي في وشي. خلاص انا هبطلك الحجه دي عشان ترتاحي وارتاح، هروح اشيل وشي. لو سمحت والله استهاني بالطلب ده. ثانية واحدة من فضلك. ايه ما قلتليش يا نادية جبت الفستان ده منين؟ عاجبك قوي يا خو.
حسن؟ يجنن يجنن، تفصيل شيك قوي. ياي ولا زراعي ياي ياي. يا ست هانم لو سمحت الطلب ده بس. انتحشني ليه كده؟ انا بقالي ساعة واقف قدامي. طيب قول كده، هات كرسي بقى واقعد. متشكر. ايه ما قلتليش منين؟ من وزارة المالية يا فندم. واصل انا كمان تكلمني انا. لا مؤاخذة ست هانم، انا فاكرة افتكرتها بتكلمني يعني. انت عارفة فؤاد باشا؟ حل بقى اللي على الناصيه كده اللي في اول الشارع. روح هانم انا ورايا اشغال. يوه واحنا يعني قاعدين بنلعب وشايفنا قاعدين بنتكلم في حاجات مهمه؟ طب بس انا يعني اصلا. وبعدين بقى انت لحوح كده ليه؟ انت فظيع قوي. اسمك ايه؟ اسمي سطوح محمد ابراهيم، والطلب ده جاي من وزاره الماليه. اخي اسكت بقى، خليني اوصف لهم. جيب كام يا نادي؟ روحي ب 13 جنيه. انما ايه وحياتك بالتقسيط المريح قوي، واول كل شهر هتدفعي جنيه واحد بس. يلا يا روحي، فرصه مش هتتعوض ابدا. ساعه وراجعه لك كل شويه. ست هانم ست هانم، كانت مصيبه. حاسب على البنوره وحياتك. اطمني يا ست هانم، كل حاجه هتستلميها الزغزه ليه. هات بقى البوفيه ده ناحيتي كده. لا لا، كمان كمان يمين شويه. ايوه برافو عليك. حاضر. طوقها لي بقى عبال ما اجيب لك البقشيش. من عينيا اطوقها قوي ما دام فيها بقشيش. لو سمحت يا انت تفتح. حاضر. اي خدمه تانية يا ست هاني؟ نعم. نعم الله عليك. انت ايه؟ انا الشيال. شيال ايه؟ الله، حضرتك مين؟ صاحب الشقه. اهلا يا بيه، اتفضل. الف مبروك. اتفضل يا استاذ، مع السلامه. انت بقى الله يسلمك. ايه ده يا هاني؟ الشيال اللي كان جايب اوضه السفره. اوضه السفره؟ انت ناسي عيد ميلادي يوم الثلاث؟ لا طبعا، لكن اوضه السفره الجديده ليه؟ حد بعتها لنا هديه؟ هديه ايه يا منعم؟ حد بيبعت اوضه سفره هديه؟ لا طبعا. امال بتسال ليه؟ اصلا هتجيلنا اوضه السفره ليه؟ اما انك راجل عجيب يا منعم. هو انا مش عازمه زمايلي في الشغل يا منعم في عيد ميلادي؟ ضروري طبعا. طب خلاص، مش لازم يجوا كده يلاقوا شقتي شيك؟ يعني ايه؟ قلت بس اجيب اوضه سفره جديده وبحت القديم. ودي جبتيها منين بقى؟ كسبتوا اللوتريه؟ لوتريه ايه يا منعم؟ انا بلعب لوتريه تقسيط. اهلا. اهلا بيك. يا مرحب. الله يرحب بيك. انستينا. يا انسك. شرفتينا. الله يشرف مقدارك. فضحتينا. الله ايه الكلام اللي بتقوله ده يا منعم؟ انا فضحتك؟ طبعا، ما بقاش في حاجه في بيتنا الا بالتقسيط. كل ده في وشك يا منعم. انتي عارفه طول ما انا ماشي في الشارع ولا راكب بكلم نفسي اقول ايه؟ ايه؟ ليه يا رب خلقتني بوش؟ لو كانت امي ولدتني من غير وش كنت ارتاح. منعم لازم تعرف اني انا موظفه وليا زميلات.